أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين وخاتم الرسل للناس أجمعين، سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار، وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم، برنامج المسلمون يتساءلون. الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بداية سيدي يا رسول الله، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة يوما ذو مقام إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتزت السحابة. فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سخيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا، اللهم أمين يا رب العالمين. نعيش أيها السادة الأماجد في وصايا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله على حضرته وآله، هذه الوصايا المحمدية الشريفة الطاهرة الزكية النقية التي نطق بها بيانه وكيانه صلى الله على حضرته وآله، لتكون وسيلة للسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وتأخذ بيد الإنسان من طريق الضلالة إلى طريق الهدى، ومن طريق الغي إلى طريق الرشاد. الحقيقة النهاردة في الوصية رقم 31 اللي هنتحدث فيها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، حديث شريف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام الحاكم والترمذي وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وصية جميلة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تبين العطاء الإلهي والفضل الإلهي والخير الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى قسم الأخلاق بيننا، فكل واحد له نصيب وكل واحد له جزء من هذه الأخلاق، ولكن ينبغي على الإنسان أن يحسن أخلاقه دائما، ولا يجعل هذه الأخلاق الذميمة يعني تتعلق به أو تكون هي المهيمنة والمسيطرة عليه، بأن يخرج الإنسان عن الذوق العام وعن العرف وعن الدين. ينبغي على الإنسان أن يتحلى دائما بالأخلاق الكريمة. ولذلك شوقي يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ولذلك لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب، وزينة المرء تمام الأدب، تمام الأخلاق والأدب. قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع النسب، كن ابن من شئت واكتسب أدب يغنيك محموده عن النسب، إلى غير ذلك من الأبيات التي قالها الشعراء والأدباء والبلغاء في قضية الأخلاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. خلي بالك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل واحد له نصيب ورزق، فالإنسان ممكن يزود هذه الخلق. ولذلك الأخلاق لو نظرنا في كتب اللغة العربية ومعاجم اللغة كلسان العربي لابن منظور وتعريفات الجرجاني والقاموس المحيط والقاموس قاموس اللغة العربية والمعجم الوجيز وقاموس اللغة، وجدنا أن كلمة الأخلاق جمع خلق، والخلق هو الدين والطبع والمروة والسجية. دين والطبع والمروة والسجية. لما تلاقي واحد مؤدب وكلام من ده وبيتعامل بأدب عالي وأخلاق وذوق، تقول والله ده الراجل عنده دين.
لما تلاقي واحد شاف ست كبيره بتعدي الطريق وخد بايدها وعداها، ولا راجل كبير عجوز وعداه، يقول لك والله ده الراجل ده عنده ادب وعنده مروه. اما لقى اتنين بيتخانقوا واصلح بينهم وحاش بينهم وفضل المنازعه، يقول لك والله ده الراجل ده عنده مروءه، كانوا اتنين بيقطعوا بعض وبيموتوا بعض وحاش عنهم الاتنين. مثل هذه الاخلاق ايها الساده ينبغي ان تكون متاصله. وهناك فرق بين الخلق والخلق. الراغب الاصفهاني فرق بين ايه؟ الخلق والخلق. الخلق الاشياء الظاهره التي يراها الانسان بالبصر، والهيئات والحركات وشكل الانسان ايه ومظهره ايه ودنيته ايه، الاشكال الظاهره. اما الخلق بضم الخاء، الخلق لا يرى الا بالبصيره، بيبقى عند الانسان موجود. ولذلك الاخلاق فطريه ومكتسبه. في واحد تلاقي عنده بالفطره كده اخلاق، وفي واحد يكتسبها من معاملته مع الاخرين. يلاقي انسان مؤدب يقول لك انا اكون مؤدب عشانه، انسان بيحترم القانون يقول لك انا هحترم القانون عشانه، الى غير ذلك من هذه الامور. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله على حضرته واله، بعثته والبعثه الغايه منها انما كلنا حافظين الحديث، لكن كلنا الا من رحم ربي ما بنطبقش الحديث. انما بعثت حصر وقصر لاتمم مكارم الاخلاق. الاخلاق التي انهارت او اصيب القوم في اخلاقهم، فاصبحنا نرى تراشق بالالفاظ وايحاءات وسب ولعن وطرد وشتيمه واسلوب مش اسلوبنا، واداب ما كانش بتاعتنا، وثقافه من ثقافتنا. كل هذه الامور لابد للانسان ان يعود. خلي بالك، او انا خلي بالي، انا كراجل شيخ بكلمك اهوت، برضه انا علي عبء. ازاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. ومن سن في الاسلام، حديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه، وايضا اخرجه الامام احمد، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. يعني لو واحد شافني في الشارع وانا لابس اللبس بتاعي دوت، او خلاف اللبس بتاعي ده، وعرفني وانا بشتم واعمل مش عارف ايه واتخلق في العربيه واضرب كذا شوف لك ما الشيخ بيعمل كذا، لو شافني على الشاشه بشتم قدام حضرتك وخرج لفظ يعني يحاسبني حق سبحانه وتعالى عليه، يقول لك ما الشيخ كان بيشتم، يقول لك ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ما قالش ما سماش، انما قال لك الانسان الكذا او كذا او كذا اللفظ. يقول لك ما هو ده لسه سامع الشيخ حازم كان بيتكلم دوت على الشاشه وقال ايه وقام شاتم. ما خلاص اصبحت انا قدوه. افتقادك للقدوه ايها الانسان، شوف سيدنا النبي قدوه للامه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اي قدوه حسنه، صلى الله على حضرته واله. القدوه سيدتنا امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، الحصان الرزان الشريفه العفيفه الطاهره الزكيه النقيه الصوامه القوامه، تصف اخلاق حضره النبي فتقول عن اخلاق حضره النبي كان خلقه القران. طب القران كله مبادئ، مبدا الرحمه ومبدا العطف ومبدا عدم السخريه ومبدا حسن الظن ومبدا الادب، كتير جدا، كله مبادئ. وهنعمل سلسله باسمها مبادئ القران الكريم اللي موجود في الاخلاقيات التي اشار اليها القران الكريم ان شاء الله ان قدر الله لنا البقاء او اللقاء. انما فين هذه الاذواق التي يعني اصبحت منتشره؟ معنا اتصال. الحاجة مسلم، السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عليكم السلام، اتفضلي. وطي بس صوت التليفون واسمعينا، التلفزيون واسمعينا من التليفون بس. احط السماعة؟ لا، وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون، اتفضلي. وطي الصوت اللي بيتقال. انا كنت قلت لك على علم الكلام شفتها ديت وانت قلت تقول لي. لا، واحدة واحدة بس عشان مش سامع. الضحى ايه بقى؟ الضحى ايه؟ مش سامع. صلاة الضحى يعني؟ البت اللي انا كنت لقيتها وهي الست ديت وقعدت تعيط وكده وما عرفتش اعمل حاجة. وانت قلت ايه؟ قول لي دعاء كذا. مانيش فاكر الدعاء. والله مش فاكر برضه سؤالك ايه يا حاج. استنى اقول لك على بقى الحكاية التانية وبعدين نفكر في دي.
الحكايه التانيه بقى ان الناس عندنا لما الميت بيموت بيعملوا له ايه؟ بيجيبوا فقهاء يقروا قران. اقول لك قال هي دي ايه؟ قالوا ده بيقضوا العتاقه للميت، وفي ناس صحيين بيعملوها يعني قبل ما يموت. فانا بقول يعني عمايلها ايه؟ واحد قال لي يا حاج عمايلها على اصولها تقري 100,000 و1,000 كل هو الله احد. و56,000 لا اله الا الله. ليه بقى؟ عشان خاطر ايه؟ انا عاملاها تقرب الى الله. ماشي، مفيش مشكله. بس الناس قالوا لي انها ردعه. بدعت ايه؟ حاضر هجاوبك. هجاوبك يا موسى. حاضر. كان لها سؤال قبل كده وانا جاوبتها عليك. فانا قلت لها قولي دعاء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. اكتبي وراي، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. ادعي الدعاء ده. ماشي؟ او قولي اللهم اشرح صدري، او قولي اللهم استرني فيك الله، او قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. قولي كده، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. بتقول يا مولانا انا مثلا بقرا 100,000 قل الله احد و56,000 مثلا تسبح او تعمل يعني اي شيء، كل ده جائز ما فيش فيه مشكله. طب يا مولانا بيقولوا بدعه، ايه اللي بدعها؟ واحد يتقرب الى الله بيقرا قل هو الله احد، بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بيقول هو الله احد، فيها مشكله بالقران بالذكر؟ فيها مشكله؟ ايه اللي بدعها دلوقتي؟ انا عاوز افهم بس يعني. وكل حاجه خليتوها بدعه؟ ده مش عارف والله، يعني امور غريبه نسمعها حينما يتقرب الانسان. ده ربنا ما طلبش من سيدنا النبي قد ما قال له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. واذكروا الله كثيرا. واورد العلامه الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر راى السماء صافيه وراى الشمس قد خرجت بضوء وبشعاع لم يرى مثله. انظر بقى، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا اخي يا جبريل ما لي ارى السماء صافيه وارى الشمس قد خرجت بضوء وبشعاع لم ارى مثله. قال له يا رسول الله ذلك لكثرة نزول الملائكة التي نزلت في تشيع جثمان معاوية ابن معاوية الليثي. حديث أخرجه الطبراني. الليثي قال له يا جبريل بما نال من معاوية هذا وبما نال هذه المنزلة حتى يختلط نور الملائكة بضوء الشمس فيضاء الكون؟ من معاوية هذا يا أخي يا جبريل؟ من معاوية هذا وبما نال هذه المنزلة؟ قال لكثرة قراءته لقل هو الله أحد. ثم قال له سيدنا جبريل يا رسول الله، الحبيب في خيبر وهدوك في مكة، يا رسول الله في مكة، يا رسول الله أأطوي لك الأرض طي لتكون في من يشيع جثمانه؟ فطويت الأرض بقدرة من يقول لشيء كن فيكون، فشارك خير من على الأرض في تشيع جثمان معاوية ابن معاوية الليثي. لا، ببركة قل هو الله أحد. ولما القوم جه يشتكوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن فلان بيصلي بهم والحديث في الصحاح لا يصلي إلا بقل هو الله أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله قال له يا رسول الله إني أحبها، إني أحبها ولا أقرأ إلا بها. فلم ينهاه النبي صلى الله على حضرته وقال، او كما قال في الروايه عليه الصلاه والسلام، مفيش مشكله تقرب الى الله، اعمل لي يعني هقول لك ايه، بس اعمل اللي تعمليه طالما ان هو في قرب الى الله سبحانه وتعالى. 100,000 مره 200,000 مره ما تعديش، قولي لا خلاف في ذلك. انما القضيه عندهم انها بدعيه الامر، بدعيه العدد ذاته، بدعيه العدد ذاته. لا يا ستي، لا شيء في ذلك. وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقولي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وقولي اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى وصيتنا أخلاقك عنوانك اللي احنا بنتكلم فيها، خلي بالك أخلاقك عنوانك، هي العنوان بتاعك، بتعرف من هنا كده بنص سيدنا حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الله قسم بينكم ها
أرزاق أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. تقسيم الإله لربنا سبحانه وتعالى عمله ده، ده كله من أجل إيه؟ من أجل أن يرى المجتمع فيه سعادة وفيه احترام للكبير والصغير. ربنا وضع قوانين هنشوفها إن شاء الله، ولكن فاصل ونواصل فانتظرونا. الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخلاق رزق، والإنسان من عنوانه، كما يقال الجواب من عنوانه. بعرف أن الجواب ده جاي منين؟ من عنوانه، من سين أو من صاد أو من كذا أو من جهة أو من كذا، من عنوان الجواب. فأخلاقك هي عنوانك. حينما تجد الإنسان في المجتمع بره موجود وأسلوبه مش مهذب ولا يحترم الكبير، ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويوقر صغيرنا. هذه الأخلاق اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا وأوجدها، لو إنسان ما بيطبقهاش اعرف إن عنده خلل على طول. تخلق بالأخلاق الذميمة، واحنا عندنا اخلاق محموده واخلاق ذميمه، وعندنا اخلاق فطريه واخلاق مكتسبه. فالانسان الذي لا يحافظ على الاداب ولا على الاعراف ولا يحافظ على العادات ولا التقاليد قبل ذلك كله، لا يحافظ على الدين، فاعلم ان لديه خلل في امر ما، في اخلاقه، في اوصافه، في تعاملاته. وما تجيش واحد يقول لك اصل ده اللي مطلوب، لا مش مطلوب. يعني الرديء لا يستمر. الرديء لا يستمر. والسيء لا يستمر. وانما الذي يستمر هو صاحب الخلق، صاحب المبادئ، صاحب الذي يحفر اسمه بأمانة وبإخلاص وبشفافية وبرقي. وبرقي، هكذا كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا قلنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لما ربنا قلنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أدي مبدأ الرأفة والرحمة وخلق الرأفة والرحمة، الأخلاق التي تجمعت. لما جاء رجل إلى سيدنا الإمام علي يقول له يا إمام صف لي رسول الله في جملة، قال له يا هذا كيف أصف رسول الله في جملة؟ والله قال عن الدنيا كل متاع الدنيا قليل. ولما جاء إلى وصف الحبيب النذير البشير قال له وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى، مش صاحب، لا، لعلى خلق عظيم، أي تعلو. علم المتأدبين كيف يكون الأدب، علم المتعلمين كيف يكون العلم، بل علم الأدب كيف يكون الأدب، وعلم العلم كيف يكون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. كل قراءة لا تبتدأ باسم الله فهي باطرة، لا فائدة فيها. وهذه القراءة لابد أن يصاحبها التواضع. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني حينما تقرأ وتزداد في القراءة فتصبح عالم، اعلم أنك خلقت من علق، من ماء مهين، خلقت من علق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي جعلك تقرأ هو الكريم، هو الذي أمدك بهذا الكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهبك هذا العلم، أعطاك هذا المال، أعطاك هذا الصوت، أعطاك هذا الوجه، أعطاك هذا البنيان والكيان، أعطاك الأموال، فلابد أن تراعي. يا أخي في الجاهلية لما أرادوا أن يدخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عزموا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه ضربة رجل واحد، وقفوا على باب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجلس سيدنا علي بن أبي طالب في فراشه، وجعل سيدنا علي يبيت في فراشه لكي يرد الأمانات. كلنا عارفين الكلام ده مولانا، عاوز تقول ايه يعني؟ ايه الشاهد يعني؟ فقالوا لأبي جهل
هيا لما نظروا فوجدوا سيدنا علي ينام مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يظهر أنه عليه. قالوا هيا ندفع عليه الباب فنضربه ضربة رجل واحد في حجرته. قال أبو جهل: لا، حتى لا يتهمنا العرب بأننا قد اقتحمنا بيوت أولاد أعمامنا. إيه في أدب، حتى عنده شرف الخصومة. هو على باطل وضلال، وسيدنا النبي على حق، لكن شوف المعيار بتاعه: حتى لا يتهمنا العرب بأننا قد اقتحمنا بيوت أولاد أعمامنا. كل هذا أيها السادة وغير ذلك ينبغي على الإنسان أن يتحلق ويتحلى بالأخلاق العالية الكريمة التي يعني افتقدناها والله العظيم. حاجة ليلى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجة ليلى، عاملة ايه؟ أهلا حضرتك. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيب. مالك زعلانة ليه كده بس؟ وأنت قولي. طيب. قولي اتفضلي. أيوة أنا عملت عمرة. ماشي. واغتسلت. وبعديها سرحت شعري قبل ما قص واحدة قاعدة عشان افهم سؤالك واجاوب. قبل ما اطوف واسع واقص شعري. عملت ايه بقى؟ قصيت سرحت شعري. ماشي. بعد ما اغتسلت. ماشي. حاضر. وبعد كده رحت عملت ايه؟ عملت بقى طفت وسعيت. طفت وسعيتي. يعني انت احرمت من الميقات. وانت في الفندق من ابيار علي. من ابيار. غسلت ايدي بالصابون. حاضر هجاوبك دلوقتي. ماشي. الحاجه ليلى بارك الله فيها بتقول: يا مولانا انا احرمت من ابيار علي. ماشي. اول حاجه العمره لها اربع اركان زي ما احنا عارفين. اول حاجه الاحرام من الميقات والطواف والسعي والحلق والتقصير، ادي الاربعه. اول حاجه يا مولانا انا بحرم من ابيار علي، لو انا جاي من المدينه او الطيران بتاعي نزلني المدينه بحرم من ابيار علي. طب نزلني يا مولانا جده بحرم منين؟ من مسجد التنعيم، مسجد سيد عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاه. وصل كده احرمت من ابيار علي، وانا جاي من المدينه المنوره مدينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ابيار علي، لسه انا منوتش العمره. امتى انوي العمره؟ اما اخش اغتسل، وبعد ما اغتسل يا مولانا بلبس بالنسبه للرجل رداء وازار، وبالنسبة للمرأة الملابس العادية بتاعتها. هنا بقول لبيك اللهم عمرة. قبل ما أقول لبيك اللهم عمرة وقبل ما أنوي الإحرام كل شيء جائز. بعد الإحرام في محظورات. زي إيه يا مولانا؟ قبل الإحرام ينفع أن أنا أقص ضفري، أقص شعري، أتطيب، ماشي، لقطة أو غير ذلك من هذه الأمور، ده كله موجود. إنما بعد ما أنوي الإحرام لو أنا قصيت ضفري او قصيت شعري او لقطه، خدت بالك من الكلام ده كله؟ اي شيء موجود في قلبي بتاع الا للتعارف بس، ان انا اقول ده بتاع مين ولا الكلام من ده، او الصيد او الزواج او غير ذلك، كل ده لو انا عملت محظور من محظورات الاحرام في هذه الحاله علي ايه؟ علي فديه. ليه؟ لان ارتكبت محظور من محظورات الاحرام. اما علي اطعام 6 مساكين أو فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. أدي الفدية مولانا، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، لأني ارتكبت محظور من محظورات الإحرام قبل ما أنوي. بعد ما طب يا مولانا أنا ما عملتش الكلام ده قبل ما أنوي، كل الكلام ده عملته قبل ما أنوي، ما عليكيش أي شيء. بعد ما نويت، طب أنا يا مولانا بس بعد إذنك أنا اغتسلت أهو وقبل ما نقول له لبيك اللهم عمره سرحت شعري وقع مني شعر، مفيش مشكله. طيب يا مولانا انا بعد ما احرمت بسرح شعري بغير قصد وقع شعر او شعرتين، يعفى عنه لاني انا مش قصد ان انا اعمل كده. خلي بالك بشرحها تاني اهو. قبل الاحرام يجوز ان انا اسرح شعري، بعد الاحرام لا. طب لو انا سرحت يا مولانا وقع شعره ولا اتنين، يعفى عنه ولا شيء في ذلك يا حاجة والله تعالى اعلى واعلم. حاجه مين؟ حاجه ام تامر. ايوه يا اسمه. ايوه يا شيخ. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت حلفه على معاش جوزي ان انا ما اخدش. حلفه ايه؟ حلفه ان انا ما اخدش معاش جوزي. حلفه انك ايه؟ ما تاكليشي؟ ان ما اخدش معاش جوزي. ما تاخديش معاش جوزك.
وبعدين انا جوزي اللي توفى بقاله 43 يوم. وبعدين انا دلوقتي اخويا بيجري على المعاش، هل انا حقي لاخده؟ حاضر. كنت حالفه ليه بقى يا حاجه متامر؟ ايوه يابا. كنت حالفه ليه؟ علشان كان يعني هو كان يعني صعب عليا شويه. طيب هجاوبك دلوقتي يا حاجه متامر. حاضر. الحاجة أم تام ربنا يبارك فيها ويحفظها بتقول: يا مولانا أنا حلفت إن أنا ما أخش معاش جوزي، ورحمه الله بقى له 43 يوم توفى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينقيه من الذنوب والآثام والأوزار والمعاصي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. وسامحيه يا حاجة أم تامر، الدنيا من فاتة سامحيه. بقول لك أنت قلت يا مش هاخد المعاش وحلفت بالله، طب أعمل إيه؟ تكفر عن هذا اليمين. من حلف على شيء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء ووجد خيرا منه فليحنث في يمينه وليكفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بعمل إيه؟ بكفر عن اليمين بتاعي، إطعام 10 مساكين، بطعم 10 مساكين، وبموجب القانون هو مات المعاش بتاعه لازم أنت تاخديه، بتجري في الأوراق وبتاخدي المعاش بتاعه، فأنت تاخديه، فأنت تكفر عن هذا الإيه؟ اليمين يا أم تامر بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يا مولانا ما زلنا في الأخلاق ولن ننتهي من الأخلاق أبدا. يعني في الجاهلية كان عندهم أخلاق، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يفسد الذوق العام، وينبغي على الإنسان أن يراعي مشاعر الناس. ما ينفعش يكون أنا واقف في الشارع كده وقلع بلبوس وعمال أتكلم، هذا منهيون عنه. ده ربنا جل في علاه وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في القران في الحديث الشريف بيقول لك انه مر كما جاء في الصحيحين على قبرين قال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستبرئ، وفي روايه لا يستتر، يعني كان لما يقضي حاجته لا يتطهر يعني يستبرئ، والروايه الثانيه لا يستتر، يعني يقعد مكشوف كده قدام الناس ويقضي حاجته، فربنا بيعذبه. طب ما بالك ان انسان اللي هو يفسد الذوق، او انسان عمال يتكلم بكلام بذيء ليس من شريعتنا وليس من اعرافنا ولا من تقاليدنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، انكم لن تسعوا الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء له السائل يساله يقول له: يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. شوف سيدنا النبي يقول لك تقوى الله، ليه؟ سيدنا النبي خاص الاثنين دول، تقوى الله، لان تقوى الله تقوي العلاقه بينك وبين الله، وحسن الخلق يقوي العلاقة بينك وبين الناس. تقوى الله وحسن أفضل حاجة عند ربنا. أي الأعمال أحب، أي الأعمال أفضل إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لك أن تتخيل هذه المرأة كما أخرج الإمام الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجة أن رجلا جاء سيدنا رسول الله قال: يا رسول الله إن امرأة تذكر من كثرة صومها وصلاتها وصدقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. عشان بتأذي مجرد الأذى باللسان بس. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان، كان في المقابر من جليس لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. وهنا أقول: اللهم اجعل مصر بلاد السلم والسلام والأمن والأمان ورضا والاستقرار، نسألك يا ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمنها وسائر بلاد المسلمين، وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين. كريم رسول الله والله أكرمه، فالفقير بين الكريمين يحرم لا، والذي خلق الأكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم. كريم رسول الله والله أكرمه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.